شو بدنا نجي نعمل عرفتي؟ انه قلت لا برضو بدي اجي وبدي اعرف بدي افهم. فبس تشوفي العالم كيف عم تحكي وتشوفي البيرسونال اكسبيرينس تبع الاشخاص اللي كانت هون عم جدري ليك كل حدا فينا وريليت تو هيز بيرسونال اكسبيرينس. يعني بعدين لما كان اول سبيكر عم يحكي لما كان عم بيقول انه هي بتبلش فروم اور لايف ستايل، يعني نحن ما نكتب الثاني على الطريق، بنتعلم من اهلنا، بنتعلم من هيدا الانفايرمنت. فهول كله ريليتد، بتحسي هيك اول قصص براسي عم تدور فهو هيك انه اتس ريليتد كل شيء نحن بنعيشه. وانا تعرفت عن حالي شوي، انا انستراكتر، فهيدي القصص اللي اخذتها هون انا برجع بعملها ريفلكت مع الكلمتين. Good lesson today is equality between all. Yes.